شو كان في بكرة بنشوف. سوري انا عطشتكم بس تحقيق دولي ومنشوف. بدك تحقيق دولي؟ اكيد بدنا تحقيق. ما هو عم بيقول ميشيل عون انه هو لن يسمح ما منوثق بشي بهيدي الحكومة وبهيدي السلطة، ولانه قادرين يعملوا تحقيق ولانه قادرين يديروا مساعدات. انا بدي اقول لك شغلة، عم بتقول لي ايه بس اذا راحت هيدي شو بنعمل؟ ليه اصلا بتوثق فيهم يعملوا تحقيق؟ لا، خلي سؤال العالم كله بيوثق فيهم تيوزعوا مساعدات؟ أكيد لا، ما بينت. بالتالي هالحكومة وجودها أو عدم وجودها اليوم وهلأ ما إله جنس العازة أصلا. المساعدات الناس رح تقطع بالمؤسسات غير حكومية. تعرف شو اللي بيقهرنا أكتر شيء؟ أنا رح لك شو بيقهرنا أكتر شيء. تعقب على كلامنا دي مارسيل، بيطلع رموز هيدي السلطة، تعرف شو بيقولوا؟ بيقولوا هيدي فرصة للبنان، فرصة؟ هول اللي ماتوا فرصة؟ نازوا فرصة؟ جو بارح فرصة؟ هول فرصة هون؟ يا وحوش بدكن تعوموا حالكن على ظهر الموتى؟ ما حدا بيتعاطى معكن، ما حدا بيحكي معكن، ما حدا بيتعاطى معكن. بدكم مبسوطين بحالكم، ناس عم ترجع تحكي معكم لانه في ناس بالارض. يا وحوش يا وحوش، تطلع على التلفزيون مبسوطين ايه عم بيتصلوا فينا ورؤساء جمهوريات عم يحكوا معنا ونحن هيدي فرصة جديدة للبنان، ولك هولي ما بيحكوا معكم لو ما في دم اللبنانيين على الارض. صالكم سنتين ما حدا بيتعاطى معكم، ما في عاصمة بتستقبلكم. هلا مبسوطين بحالكن على ظهر الموتى؟ على ظهر نازو يا مجرمين؟ على ظهر الام، على ظهر الام يلي شافت بنتها عم بتموت قدامها؟ يا بلا اخلاق، ما منوثق ولا واحد منكم، كلكن على البيت، الكل على البيت. الشعب اللبناني بيقرر، خلي الشعب اللبناني هو يرجع ينتج سلطة جديدة ومجلس جديد وحكومة جديدة ورئيس جمهورية جديد، نرجع ننفض هالبلد من أساساته. هن بيقرروا، انتم ما عاد لكم شرعية وما عاد لكم وجود. عيب. تقبلوا بمجلس عدلي؟ مجلس عدلي يا مرسال، عم بيقترحوا بكره يحولوها مجلس عدلي. كل شيء اسمه تحقيق داخلي بلبنان لا ثقه فيه، لانه كل شيء بيصير بلبنان هو معلب وهو مسيطر عليه، لانه مثل ما قال نديم في سلطه فوق السلطه عم بتقرر كل شيء عنا، وصرنا قديش عايشين هيك. وهذه السلطه بكل كتله هي اللي سلمت هيدا البلد وقراره وحطتنا بالمحل اللي نحن فيه. انا بس بدي اعتذر من حدا، بس بدي اعتذر من يلي انتخبونا نحن الثلاثة. بس ليش بدي اعتذر منهم يلي انتخبونا؟ لانه ما ذنبهم، وقت انتخبونا كانوا عارفين انه نحن هيك، نحن ما غيرنا. انتخبونا ضد كل هؤلاء، ضد كل هيدي المافيا، كنا بوجه الكل وثلاثتنا نجحنا بوجه الكل، وبهيدا الخطاب وبهيدا المنطق وبهيدا الحديث وبهيدا القضية اللي نحن عم ندافع عنها، كانوا عارفين كتير منيح مين عم ينتخبوا وقرروا يواجهوا كل الناس وينتخبونا. أنا بس بدي أعتذر منه، لأنه أنتوا الوحيدين اللي ما غلطتوا، مثل يلي كمان انتخبوا بولا كمان ما غلطوا. أنا بس بدي أعتذر منه، نحن ما منتخلى عن أمانة لو منا مقتنعين أنه الاستقالة هي بخدمة هيدي الوكالة اللي عطيونا إياها، لأنه ما عطيونا بس وكالة تنكون بالمجلس، عطيونا وكالة تندافع عنهم وتنبني لهم بلد. وهيدا الشيء ممكن نعمله بالمجلس، ممكن نعمله خارج المجلس.